مساء الصحة والعافية عليكم متابعينا، وأهلا ومرحبا بكم بحلقة جديدة من برنامج عيادة الأيام. راح أكون وياكم بالتقديم أنا الدكتورة نور محمد علي، طبيبة اختصاص. يمكنكم التواصل معنا في حال وجود أي مناشدة أو سؤال أو استفسار يعنى بصحتكم وحالتكم الطبية. نستضيف ببرنامجنا عدد من الأطباء المختصين في مختلف الاختصاصات، وأيضا مسؤولين من وزارة الصحة حتى يطلعون على آخر المنجزات. خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا، معنا اليوم بالاستوديو الدكتور حسام عبد الرسول محمود، طبيب اختصاص في الامراض العصبيه في مستشفى بغداد التعليمي. اهلا ومرحبا بكم دكتور. اليوم اهلا بكم دكتور. دكتور بدايه خلينا اليوم نعرف متابعينا عن تركيب الدماغ وباقي الاعضاء والاشياء المرتبطه به والاعصاب، وكيف اهميه وظائف هذا الدماغ في الجسم. طبعا يعني واضح يعني هو الدماغ هو مسؤول عن كل شيء يعني الجسم، يعني كل شيء في جسم الانسان اكو فد مكان بالدماغ مسؤول عنه. سواء كان يعني هذا الشيء هو حسي او حركي. حسي مثلا دانس مثلا احك هنا، يعني هو اني مو رجلي تحس، هو اللي عايز يوصل للدماغ، الدماغ يفسر على انه حكه او على انه لمسه او على انه اصابع او الى اخره. هذا الحسي. البصر طبعا، يعني اشوف عيني هي عباره عن عدسه. يعني ما اشوف بعيني، انا اشوف بدماغي. يعني هي مجرد تعكس الضوء على الشبكيه، الشبكيه راح تنقل اللي عايز الى الدماغ، وتفسر الحجره الخلفيه هي تفسر هاي اللي انا شفت، يعني تفاحه او سياره او اي شيء اخر. الحركي هو اللي يجي الامر، يعني انا مثلا اريد اشيل هذه ايدي ولازم اسوي هذه القبضه. اكو مكان في الدماغ عاده هو عكس معروف، يعني في معظم الناس طبعا يعني الجهه اليسار تتحكم باليمين والجهه اليمين تتحكم باليسار، على نسبه خلينا نقول اكثر من 900 من الناس. اليمناوي واليسراوي تختلف يعني. فمثلا هذه الجهه هنا بالضبط هي بها خلينا نقول البرنامج مال حركه الايد. هاي الجهه تعطي اعاز، ينزل اعاز عن طريق الدماغ والحبل الشوكي لحد ما يجي احرك هذه الايد. فالايد هي عباره عن تنفذ اوامر الدماغ يعني. الكلام نفس الشيء، يعني انا قاعد اتكلم، يعني هو اللسان والصوت والحبال الصوتيه والبلعوم كلهن هي الدماغ يرسل لها اشارات كهربائيه تخليها تطلع هذا الصوت. كذلك الشم، كل الحواس، يعني قلنا هي اكو حسيه اكو حركيه. نعم. حسيه عندنا السمع، عندنا البصر، عندنا الشم، وطبعا عندنا الحركيه او الذوق من كذلك. نعم. يعني هي فيعني هي هو كل شيء الدماغ، بالاضافه طبعا الدماغ حتى التنفس، حتى الامعاء، حتى القلب، يعني فعاليات القلب الحيويه. اكو فد عصب ينزل، العصب التاء العاشر ينزل من الدماغ يروح للقلب. اكو خلينا نقول نوعين من التغذيه العصبيه، اكو نوع تزيد من ضربات القلب، اكو نوع تقل، يعني اكو عصب يقلل من ضربات القلب. نعم. فالقلب هو يؤدي وظيفة طبعا، لكنه الدماغ يتحكم حتى في عدد ضرباته، يتحكم في يعني يعني كل ما يعني يعني الرئة كذلك. نعم. انه راح يجيها مثلا انا ساخذ هسه هذا النفس، هذا النفس الحجاب الحاجز، هذه العضلات يجيها امر يعني. نعم. من مكان في الدماغ يعني يطيها انه انت تاخذ النفس. فالدماغ هو يعني كل شيء يعني. نعم. يعني كل شيء هو يتحكم في كل شيء في داخل. نعم. تشريحين دكتور، خلينا الآن نتطرق إلى موضوع الجلطات الدماغية. نعم. كيف تحدث، ما هي أسبابها وأنواعها، وكيف تصير، وشون أيضا تتعالج وتشخص. بالضبط، هو موضوع يعني الرئيسي الجلطة أو السكتة الدماغية. بداية المريض يعني أو الإنسان العادي خلي يفهم شيء من التشريح. نعم. إحنا كل شيء في جسمنا اكو شريان يوصل له الاكسجين. نعم. والطاقه على مود يشتغل. نعم. هذا الشريان كل شيء، قلب، دماغ، كلى، كبد، الجلد. نعم. اي كان احنا نعتمد على الشرايين مالتنا، الشرايين هي اللي تبقينا عايشين. هذا الشريان. نعم. سواء كان بالقلب او بالكلى او في الدماغ. نعم. اذا انسد راح المنطقة ما بعدها ما يوصلها دم. نعم. فراح تتموت، يعني خلايا ما يجيها دم. نعم. ما يجيها أكسجين راح تتموت. نعم. مثل ما أنا أجيب زرع نبات وأقطعه. نعم. ما راح، أو أنه ما أخلي له مي راح ما يوصل للمي. نعم. فراح يتموت. نعم. النبات وراء يعني دقائق. لا نفس الشيء في الجلطة القلبية. نعم. هي شريان القلبي اللي هو التاجي ينسد ما يوصل دم، فيصير عنده ألم وكذا. نعم.
لأنه احتشاء السمعة القلبية. الدماغ نفس الشيء، الدماغ كله به شبكة شرايين توصل له دم. هاي شبكة الشرايين أي شريان منها ينسد راح يؤدي المنطقة اللي هو يغذيها أنه تتموت. فمن تتموت راح تفقد وظيفتها، من فقدت وظيفتها تطلع عند الأعراض. يعني نفرض أن أكو شريان هنا انسد من جهة اليسار، هذا الشريان يغذي منطقة. البرنامج المسؤول عن حركة إيدي مثل ما قلنا، حركة راح توقف. الشريان الموجود هنا هو يتغذي الحركة الموجودة بلساني. إذا انسد هذا الشريان راح تتوقف البرنامج مال الكلام، راح المريض ما يقدر يتكلم. إذا البرنامج هنا راح ما أقدر أشوف، يعني العين ما بيها شيء تروح طبيعي، يعني يقول لك أنت العدسة صحيحة والشبكة صحيحة والعصب صحيح وكذا، لكن المريض ما يشوف، ما يشوف لأنه المنطقة البرنامج اللي داخل الدماغ المسؤول عن تفسير الصورة هو انتهى، ما قاعد يشتغل. فإحنا السكتة الدماغية هو انسداد حاد بالشريان يغذي منطقة من مناطق الدماغ. هذا الانسداد يؤدي خلال أول دقائق الأولى ويعني ساعات إلى ظهور هالأعراض اللي إحنا ذكرناها. إذا انسد الشريان بهاي الجهة راح اليسرى عندي توقف. وإذا انسد بهاي الجهة اليمنى راح توقف. وإذا نسد بهاي الجهة الكلام ما راح يطلع، وإذا نسد بهالجهة البصر ما حيصير، وإذا نسد بالمخيخ ما حتوازن. فهو هذا الفكرة، انسداد شريان بصورة حادة يؤدي إلى فقدان مضي. شنو أسباب هذه التخثرات أو هاي التجلطات اللي تحدث وتسد لنا شرايين؟ بالضبط، إحنا هي العوامل الرئيسية الأربعة التي تؤدي إلى انسداد أي شريان سواء كان قلبي أو دماغي، هن الضغط، السكري، الدهون والتدخين. هاي الأربعة إذن الضغط، السكري، الدهون والتدخين. الأربعة هذين الرئيسيات، أكو غيرهن؟ نعم أكو غيرهن، يعني أكو مثلا عجز الكلى، أكو العوامل الوراثية، أكو يعني الضغوطات، السمنة، عدم المشي، أكو مشاكل صمامات القلب أو اضطراب ضربات القلب تؤدي إلى تكون خثر يسموه رجفان الأذيني وينقلها للدماغ. هذه كلها إحنا أسباب، لكن الرئيسية العمر طبعاً، يعني الإنسان من يتقدم بالسن يعني هو يبدي خلاياه يعني تكون أقدم أتعب يعني، فتبدي هذه الشرايين تنسد. إحنا دائماً نقول بالطب نقول عمرك عمر شرايينك، إيش قد ما شرايينك هي صحية هي قد ما أنت ممكن صحتك أفضل، لأن هي شرايين راح تغذي الجسم يعني في كل حين. فهاي الأربع عوامل إحنا ليش نقول للمريض أنت من صغر عمرك 35 أو حتى 40، خاصة إذا عندك عامل وراثي لازم تزور طبيب الأسرة أو طبيب العام يقيس ضغطك، أخاف عندك ضغط أنت ما تدري، نسوي تحليل تراكم السكر، أخاف عندك سكر تسوي دهون. التدخين طبعا إحنا يعني للأسف مجتمعنا نسبة التدخين متزايدة جدا فعلاً. يعني وأسا موضوع حتى النرجيلة والفيب من أعمار والسجائر يعني الإلكترونية وغيرها أعمار صغيرة. ونقول مرة ثانية للأسف حتى يعني النساء يعني يعني موضوع النرجيلة ده نبدي نشوفها الآن يعني نساء، ويعني إحنا ضمن مجتمعنا العادي يعني ما نقول فت هذا تدخن يومين نرجيلة كاملة وحل يعني. وهذا لما شوفي انت التدخين لما يبدأ بعمر 12 و13 سنة يعني هذا من وصل عمره 30 هو صار 16 سنة يدخن. طبعا اذا تدخين شوي وياها ضغط شوي وياها الدهون فالعوامل اصبحت مضاعفة، بتشوفي بال40 بال50 ما شوفي اللي انجلط او صار عنده ذبحة او صار عنده كذا. هذا الموضوع احنا يعني السمنة الان اكو يعني اكو اكل يعني خلينا نقول الحمد لله اكو وفرة بالاكل. هذه الوفرة بالأكل إضافة الأكل غير صحي الآن بشكل عام إحنا أكلنا دسم يعني بشكل عام إحنا أكلنا بدهون بنشويات بنشويات هواية موضوع يعني أكلنا طيب يعني إحنا يعني يسوي وهاس مثل ما ينقال المشروبات الغازية العصائر إحنا يعني حتى هذا موجود العصير يعني هذا كله يعني سعرات حرارية. بالمقابل موضوع الرياضة هو تحسن الآن يعني بكل منطقة أكو جيم أكو كذا أكو إلى آخره، لكن بشكل عام إحنا نعم يعني هو نقص في النشاط البدني، أكو نقص واضح، الحدائق الأماكن العامة يعني هذه كلها حتى يمكن البيوت صارت أصغر يعني النشاط البدني الإنسان معتمد على السيارة يتعاجز إنه يمشي المسافات هو ممكن الطقس يأثر يعني كذا حتى إذا يمشي يمكن إحنا شعرنا ما منتظم يعني إذا رجل كبير مشى يمكن دتشة صاعدة دتشة نازلة أثر وقع
فهذه كلها أدت إلى زيادة عوامل السمنة. التدخين زاد، بمجرد زادت السمنة، يعني هي السمنة الآن تعتبر أسباب الرئيسي للضغط وللسكري وللدهون وللكذا. يعني أكو بعض المرضى عنده ضغط، عنده سكري أو بداية سكر، أكو مرحلة اسمها ما قبل السكري. يعني إحنا هاي هم لازم المواطن يفهمها، أنت مو رأساً حتصير سكر. أنت أكو مرحلة يكون السكر مالتك هو ما بين الطبيعي وما بين السكري. هذه المرحلة إذا أنت اكتشفتها مبكراً من خلال مراجعتك لطبيبك، راح وعادة هي سببها هي السمنة. يعني يعني بنسبة كبيرة سببها السمنة. بس مجرد عرفت بها، إذا نزلت وزنك، أكلت أكل صحي، مارست الرياضة، قطعت التدخين، عافت نفسك، احتمال أنت تتحول من ما قبل السكري إلى إنسان طبيعي. إذا تحمل نفسك راح ترجع تصير سكري. فهذه إحنا يعني الإنسان لازم هو يداري صحته. يعني أني يعني إحنا يعني واجبنا كأطباء كإعلام إنه إحنا مثل ما الإنسان هسه حالياً أكو برنامج علمه يسوق، أكو برنامج علمه يصلي، وأكو برنامج علمه الأخبار. لابد أكو فد توعية. نحكي ويا صحتك هو أهم شيء بحياتك، أثمن شيء في وجودك. هاي العوامل لازم إحنا نعرفك عليها على مود أنت تبدي من أول يوم تبدي تحس صحتك تعبت، تراجع طبيبك. الوزن، التدخين، مرة ثانية أنصح موضوع التدخين زاد للأسف. يعني أولاد بعمر المراهقة يعتقد في شخصية معينة أنه دي يدخن هو عادي، يعني صار رجال وكذا، لجأ للتدخين ما يعرف أنه هو عمره 12 سنة دخن، واصل 50 وإذا الرئة حتى لا قدر الله موضوع يعني سرطانات هم تزيد. فهاي العوامل إحنا يعني عوامل يعني كلش يعني الناس تعرفها بس ما قاعد تقدر يعني بصورة يعني نشطة أو بصورة قنوعة يعني إنه هي خلينا نقول تسيطر عليها. دكتور خلينا نتحدث عن أهم أعراض الجلطات الدماغية، كيف يأتي المريض أو شنو راح يشعر بحيث يراجع الطبيب؟ إحنا وهذا يعني بالحقيقة هو يعني موضوع الاهتمام الرئيسي. يعني السكتة احنا شرحنا يعني قلنا تشريحيا الدماغ وكأنه هو بورد كهربائي يتحكم في كل شيء بالجسم، وكل شيء يصير بالجسم من تشعار الدماغ. يعني انت حتى من تاكل يعني طعم يمكن تتحسب يعني المفصل ماتك الألم، هو حتى الألم يعني الألم انت تحسه تحسه بدماغك. يعني يعني هو اللي من واحد هنا يتعور هاي العورة هذا الأذى هو يوصل للدماغ، في الدماغ اكو مكان يفسرها. فإذا يعني خلينا نقول صار مفهوم واضح إنه الدماغ يتحكم في كل شيء في هذا الجسم، سواء كان حسي أو حركي أو نظر أو سمع أو أي حال. اللي يصير شنو في حالة السكتة الدماغية؟ قلنا راح ينسد هذا الشريان. من ينسد هذا الشريان، شو هذا الشريان عن كل شيء عن شنو مسؤول؟ راح تصير الأعراض. لكن أكثر الأعراض يعني اللي هي انتشارا في يعني كجلطة هي الكلام والإيد. يعني ثقل، يعني احنا نقول للمريض من نجي نفحصه نقول له شيل ايدك هالشكل ماكو شلون يدعي، نقول له غمض عينك. من غمض عيني اذا باديه بهاي الايد الجلطه مالتها يعني ايش راح يصير عندي؟ يصير عندي هالشكل توقع. الكلام يبدي يريد يطلع الحكي، يعني يجي هو هم الناس عاده يجوا دكتور فقد الذاكره، مو فقد الذاكره، هو التجلط خلاه انه يعني نقول لهم البرنامج المسؤول عن النطق انضرب، الشريان اللي يغذي انسد، يريد يطلع حكاية مثلا قلم يقول ساعة أو يصفن، يقول له هاي ما شنو، يقول هاي شوفون بها الوقت شو اسمها، الاسم ما يجي. يعني يصير عنده هذه الحالة. طبعا تبدي هاي خلال دقائق وتبدي تتفاقم خلال الساعات الأولى إلى أن تكون جلطة كاملة. هنا إحنا دورنا يعني نريد نوصل للمريض إنه إحنا ممكن إذا المريض بأول ساعة راجع مستشفى ويكون المستشفى مجهزة بوحدة سكتة دماغية، يعني بها مفراس حلزون على مدار الساعة وسوينا له مفراس ما كان عنده نزف، بالإمكان إنه أكو علاج نطي للمريض يفتح هاي الخطرة. يعني علاج ينحقن بالوريد. وهذا العلاج راح بالضبط يعني إحنا الخطرة يعني هي يعني هذا هو الشريان، خلينا نقول صوندة بالضبط. هاي الصوندة تنسد، هاي يعني صار بها انسداد، نطي أبرة، هاي الأبرة تمشي بمسرة الدم تروح على هاي الخثرة تفتحها. إذا فتحتها راح يرجع الدم يندفق يوصل إلى خلايا الدم. إذا إذا إحنا بأول ساعة قد المريض يكون يرجع طبيعي يعني. إذا ثاني ساعة يتحسن لكنه يبقى عنده، ثالث ساعة يبقى لحد الأربع ساعات تقريبا بعد ما يحصل على تحسن. يعني هذا
وطبعا اكو اجراء هو القسطره الدماغيه بعدها ما كلش متوفره، هم اجراء انه احنا ندخل واير مثل ما ينقال نسحب الخثره من الدماغ وممكن انه المريض انه يستعيد عافيته. وطبعا بها ضوابط وشروط، يعني مو كل مريض مثلا اذا جلطه نازفه جلطه نوعين معظمها 85% تقريبا هي خثريه يعني انسداد، 15% لا هو شريان ينفجر. طبعا جلطه نازفه ما يرهمها الابره، هي اصلا نازفه يعني هذا شلون نعرفه بالمفراس؟ احنا بنسوي المفراس راح نعرف انه هي هذه نازفه او خثريه. اذا نازفه يعني الفرص العلاجيه قليله، يعني مجرد انه ضغطه كذا الى اخره. اذا خثريه ذاك الوقت انه احنا لا ممكن انه احنا اذا اجى بالوقت المناسب وما كان عنده موانع لهذا العلاج، يعني مثلا ما ياخذ ابره مميع للدم، ما مسوي عمليه قبل يومين ثلاثه، ما عنده حادث مضروب على راسه، يعني حجم الجلطه مو كبير، عمره مو كلش كبير ولا كلش صغير، اكو ضوابط يعني لا كثيره لازم الطبيب الخفر يقدر يعرفها. اذا المريض ضمن هذه الضوابط وطبعا لابد انه الاهل هم يعني يوافقون، احنا قلنا احنا قاعد نفتح خثره اكو نسبه 5% من اللي يستلمون العلاج ممكن يصير عندهم نزف. دكتور يعني خلينا ناخذ فاصل ونرجع. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى. نكمل حديثنا دكتور حول الجلطات، تكلمنا عن انواعها وكيفيه تشخيصها وعلاجها. ايضا حبيت اضيف اضافه على موضوع الجلطات دكتور تفضل. احنا طبعا في كثير من الاحيان المريض لما يصير الجلطه قلنا ينسد الشريان او نزف راح يصعد ضغطه. نعم. فمن صارت عنده الاعراض راح للمعاون الطبي وعندهم يعني الان ما شاء الله كل بيت بجهاز ضغط، شافوا ضغطه لقوه 18-19/10 هذا صعد ضغطه وتخربط. وقد يسوون شيء خاطئ انه ينزلون ضغطه بسرعه. صح. هذا خطا. هو انجلط فصعد ضغطه، مو صعد ضغطه فانجلط. نعم. لان هي من ينسد الشريان دم مو ما يوصل للمنطقه اللي بدت ما يوصلها دم. نعم. الدماغ يسوي رده فعل يصعد ضغط على مود يحصل على دم. بشكل تعويضي. تعويض. نعم. فهاي النقطه احنا هذا الضغط في بدايه الجلطه اذا ما صعد فوق ال 18 او 20 هو بالحقيقه مفيد غير مضر. نعم. الـ 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 فهاي بها نقطتين. النقطة الأولى لما المريض لما نتخربط مريضة يعني والدة أو أخوه أو أخته أو كذا راح قاس ضغطه شاف ضغطه صاعد خلي شوية تجي الفكرة ترى احتمال هذه جلطة. نعم. يكون صعود الضغط هو علامة للجلطة. يعني يعني واضحة النقطة شلون؟ نعم. فرأسا يودي للأقرب مستشفى يعني خلينا نقول قريبة عليه. وقلنا احنا موضوع يعني العلاج يعني الدوائي اللي هو قلنا اللي يصير باول 3 ساعات 4 ساعات حاليا متوفر اكثر في مدينه الطب يعني باعتبار كمركز وكذا والى اخره، لكن ان شاء الله مستقبلا يعني بيتعمم اكثر. بس احنا نريده يفهم يعني انا اريدك يعني اريد المواطن الانسان العادي لما احد من احبابه من اقاربه حس انه بدا الكلام ما يطلع حس يقول لك قمت دارد افتح الباب ايدي يعني هاي ايدي خدرت ما قاعد تفتح الباب. بمجرد شاف هذه العلامات راسا حطها بالسياره وجيبها المستشفى. يبقى احنا مثل ما نقول ننجاز به. احنا سوينا الضغط، شفنا عندنا مفراس سوينا له، شفناه ضمن الضوابط حولناه لمدينه الطب، اذا في مكان اخر لحقنا خمل يعني رغم هو ازدحام الشارع هاي بس ممكن يعني. فهاي الفكره اريدها توصل للمواطن بمجرد عنده قريبه او احبابه او هذا يبدي عنده يذقل شيء ايده يقول له مد ايدك لي قدام شوي تكسرها يقول له غمض عينك غمض عينه راح تبي تنزل هاي بعدين يقول له كشر هيك يبدي هاي حلقه ينعوج يقول حلقه ينعوج هي هاي العلامات الكلام حلقه شويه يميل ينعوج للجهه يصير بيه ثقل والايد تذقل حتى احنا نقول له قول جمله عيد مثلا قول بسم الله الرحمن الرحيم ما يقدر يعيدها. نعم. فلما هاي بس يشوف هاي على السريع حطها بالسياره يجيبها. يعني هذه النقطه احنا نريد المواطن انه يعني ينتبه عليها صالحه باذن تعالى اذا قدرنا نحصل بهذا الوقت. ان شاء الله وصلت هاي المعلومات المهمه للمواطنين. ان شاء الله. نتحول الان لموضوع اخر هو موضوع الصداع. موضوع الصداع من المواضيع الشائعه جدا في اغلب المجتمعات وايضا في مجتمعنا. نحب نتعرف على انواع الصداع وما هي اسبابه وكيفيه علاجه. طبعا يعني هو شائع تقريبا هو اكثر عرض موجود عند الناس يعني صداع وجع الظهر هو اكثر عرض ممكن يسال عنه الطبيب. الصداع في معظمه هو فتشي يعني خلينا نقول حميد يعني بالنسبه كلش كثيره يعني واسبابه يعني كثيره في نفس الوقت. احنا المفروض هو الطبيب يقدر يفرز ما بين هل هو هذا الصداع هو يعني نتيجه فد سبب
يعني خلينا خطير او هو لا يعني صداع طبيعي اليوم انا شويه تعبت او يعني صار عندي صداع. الصداع الشائع خلينا اول شيء احنا نشوفه طبعا اللي هو طبعا الشقيقه الشقيقه الدماغيه. الشقيقه هو صداع او صداع النصفي ما يسمى، هو يبدي صداع نصفي بعدين يحول كامل. للامانه اكو ناس يعني مو نصفي فاني مو شقيقه ماكو شيء يعني هو يبدي هيك يعني. شوف الشقيقه عمود نفصل في الموضوع واحد عادة نصيب النساء يعني تدرين النساء الله يحفظهم كثير بعمر من ممكن بالأطفال خاصة العام الوراثي، لكن بالعادة 15 إلى 18 يعني وممكن 20 25 إلى عمر الأربعينات يعني وهذا العمر اللي تبدي به بعمل وراثي يعني تلقى أنه الأم خالة الأب عندهم صداع نصفي يعني بعمل وراثي واضح يعني مو 100% لكن بعمل وراثي يبدي الصداع عادة هو يبدي نصفي يصير على العين ويمتد لحد الرقبة. لحد الرقبة هاي النقطة يفهمها المريض لأنه مرات أنا رقبتي مو زينة هو مو مفاصل عنده يعني هو الوجع هذا كله ترى عصب واحد يعني يعني جذر واحد. الألم يبدي خلينا نقول بسرعة يتفاقم يصير ويا الضوي ضوجة يعني نقول ما أريد ضوي ما أريد صوت ما أريد هوسة مرات حتى الريحة يعني مرات تنظف تبدأ عندها الألم مال الصداع. بالعادة يطول من 4 ساعات إلى 3 أيام يعني مو ساعة أو ساعتين يعني إلا إذا أخذت مسكن يعني. ممكن يصير ويا الصداع من يتمشى المريض أو غير مكانه يزيد فعادة يبقى هادئ يطفي الضوء وينام. يصير عنده العفو العبا النفس مو الكل لكن المعظم وتقيؤ ممكن من تقيؤ شوي يرتاح يعني. فإحنا هذا النساء عمر 18 والعشرين والحد الثلاثينات يبدي نصفي بعدين كمل كامل شديد جدا يعني الله يكون بعونهم. الفوتوفوبيا هاي الضوء ما يتحمله والصوت ما يتحمله والريحه ما يتحملها وعاده يصير بمواقف مثلا بالسهر بالسفر مثلا يوم السفر ذاك اليوم يعني عندهم اشكال يعني تطلع طريق خارجي يصير عندها طبعا الستريس يعني مثلا ام عندها جهالها بالسادس او هو طالب يعني يعني بالامتحانات تبدي عنده الجوع برمضان يعني يبدي قبل الفطور وبعض النساء عفوا يصير ويا الدوره الشهريه يعني قبل النصف بيوم يومين هي يجيها فقط هالوقت او يزداد بهذا الوقت يعني فهذا هي كاعراض. وطبعا احنا الشقيقه يعني كثيره العلاج مالها بشكل عام اذا الاعراض واضحه والمريض عنده فتره طويله من الاعراض وعامل وراثي ما نحتاج مفراس ورنين يعني اذا فحص مع مريض طبيعي وده يتمشى وكذا والى اخره. طبعا احنا لازم انه نقيس ضغطه نشوف العصب البصري لعله عنده اكو حاله نادره تشبه شقيقه اسمها زاد ضغط الدماغ بس ذول يصير عندهم حول ويصير عندهم مشاكل الى اخره. ما عنده شيء نبدي له يسموه العلاج الوقائي يعني اذا شقيقه تيجي اكثر من مرتين بالشهر او 3 مرات وهاي 3 مرات ام اليومين 3 يعني اخذ اجازه وقعد بالبيت ذاك الوقت احنا لابد نبدي بعلاج المريض او المريضه زين مو زين ياخذه يبدي وراء يعني اسبوعين او حتى شهر يبدي يشتغل هذا العلاج الغايه منه يمنع حدوث النوبات مو عند الحاجه. المريض من ياخذ جيك ورا شهر يقول دكتور الحمد لله مثلا كانت تجيني بالاسبوع مرتين قام جتني بالشهر مرتين كانت تجيني 3 أيام جتني يوم هذا يعني الفكره. فاحنا ننصح انه اذا المريض عنده فتره طويله من الشقيقه نوبات متعدده يحتاج انه هو ياخذ علاج الوقائي. في نفس الوقت اكو فكره مهمه كثرة استعمال المسكنات يعني الفولترين بونستان والبنادول يعني يقول لك انا الشريط طول عندي يوم ويومين والى اخره مو بس هي مضره للمعده وللكلى وهي ورا فتره راح تفاقم الشقيقه يسموه صداع الارتدادي يقوم الدواء ما يفيده يشرب هالحبوب بل الدواء يزيد بس ما يفيده وكانه يزيد بالضبط يعني هاي احنا هم نحذر احنا لا يكون المواطن حاط المسكنات بالبيت وكل ما صار عنده وجع راس شرب له بهالادويه ما نشوف الا لا قدر الله يوم من الايام الكلى وقفت او صار قرحه ناجفه او اذن او كبد او ادى الى انه صار صداع مزمن يتحول من بالشهر مره مرتين الى يومي يراجع نعطي العلاج الوقائي يعني ورا اسبوعين 3 شهر شهرين يبدي يسيطر وتمشي الامور وطبعا العلاج ياخذ وقت يعني. ونوصل فكره ايضا الامراه اللي عندها شقيقه طبعا ممكن انه مانع الحمل يجيبها يعني هي عندها خفيفه من تاخذ تزداد اكو نوع من انواع الشقيقه
المانع ما يتوالم وياها. نعم. يعني نفضل انه من ناحية طبية انه المرأة ما تتناول مانع الحمل اذا هي عندها شقيقة خاصة. نعم. نوع مو كل انواع الشقيقة نعم. لكنه بصورة عامة. نعم. اذا شوية ادى الى خثر بالدم او الى اخره. نعم. فالامرأة اللي هي تعاني من الشقيقة او من صداع مزمن ما مشخصة، مرات يجيني يقول عندكم وراثة، يقول ماكو، اقول اكو بعائلتكم احد عنده صداع، يقول هو معوداني امي من انا صغير احنا الثلاجة ما تخلى من وجع، قلت له هي عندها شقيقه بس ما مشخصه، فهذه النقطه ينتبهون عليها. نعم. يعني فنحاول نبتعد عن كثره العلاجات بدون داعي. متابعينا الكرام خلونا نشوف هذا الفاصل وراجعين وياكم. اهلا بكم متابعينا مره اخرى، كمل حديثنا دكتور. الان نتكلم عن موضوع الصرع. نعم. من الأمراض أيضا الشائعة سواء في صغار العمر وفي عمر. نعم. الشباب وغيرهم. هذا المرض يرتبط للأسف مع موضوع الوصمة. العديد. نعم. من المرضى يحاولون أنه ما يظهرون هذا المرض ويعتبرون نوع من يعني العيب الخلقي أو العيب الاجتماعي. حدثنا عن هذا الموضوع دكتور. طبعا البداية الصرع هو مرض يعني شائع مو. نعم. قليل يعني. نعم. واي ناس عندهم بس. نعم. ناس ما تحكي ترى يعني بطبيعة خاصة. نعم. البنت يعني أكو اعتقاد خاطئ صرع وكذا وهذا. المهم يعني الأعراض مالته هو صرع عبارة عن شوف الدماغ بعوازل. نعم. يعني مثل هو بالضبط مثل يعني حجرات نقدر نقول حجرات يعني خلينا نقول بي عوازل. نعم. الدماغ بي كهرباء تكفي ضوء صغير. نعم. يعني هذا طبيعي يعني نيو هذا الجلوب. نعم. بس هاي الكهرباء تنتقل يعني يعازل تنتقل بصورة منتظمة يعني بين بدون ما أنه هي تروح مكان ما مفروض تروح به. صرع هو صرع وكأنه هاي الكهربائية هي تنتقل بدون واحدة من العوازل. نعم. مثل نقول صار بيها فتشورت كهربائية جبهل يعني فتم تنتقل تشتت. فتصير اكو كهربائية كل الدماغ. نعم. فالإنسان راح يفقد الوعي. راح يتشنج وراح يصير عنده أعراض الحالة الصرعية. نعم. طبعا الحالة الصرعية هي تصير على غفلة يعني مريض يسولف قاعد. على غفلة وصارت عنده يعني رأسا قضب عينه وتشنج وصار أزرق واختنق والعفو يصير زباد. نعم. بعض يعض لسانه والبعض. لا العفو بعض صار عنده درار بعض لا. نعم. حتى خروج العفو. نعم. ممكن يتعور يوقع ممكن. نعم. يسوي حادث سيارة في حال يعني أنه. نعم. صارت أثناء هو دي يسوق أو دي يعبر الشارع خطية صارت عنده. نعم. ممكن إذا دي يصبغ صار عنده يوقع بالقاع على أو دي يسبح يغرق وهاي والصرع هذا النوع الشائع طبعا شائع. أكو. نعم. أنواع أخرى أكو. نعم. صرع بس يجيفز أكو. نعم. صرع بس يصفن. نعم. اكو صرع مثلا هيك يعني ما تصير كامله يعني هيك مثلا يصفن يفتح عيني عف مثلا يسوي فت حركه معينه بحلقه يعني. نعم. اوكي مثلا او. نعم. يعني حركه هيك معينه بس هو يفصل يعني. نعم. يعني تحكيها ما يجاوبك. نعم. بس هو ما يوقع يعني هو ما يوقع ويقلب العين احنا هذا صرع اكبر اول احنا نسميه. نعم. الصرع البؤري او المتوسط هذا اللي يصير انه قلت لك مثلا يعني مريض بوقف على غفله صفن هالشكل سوى فت حركه مثلا. فنسوي هالشكل عفوا مثلا او كذا هيك هذا طول تقريبا دقيقه دقيقتين ثلاثه. نعم. وراها يعني هيك شوي يصحى يرجع وتتشابه يعني. نعم. يعني هي الوقعه تتشابه هم ناس. نعم. يقولون ها اجته يعني. بعض المرضى يعرف راح تجي يصير عنده احساس اما يشم ريحه ما طيبه. نعم. او انه مثلا قلبه انقبض او يتغير عند الجو ويحس نفسه انه هذا المكان شايفه بس هو ما شايفه. نعم. او بالعكس انه. نعم. اني وين وتجي الحاله. نعم. بس هي بالعاده تجي يعني بصوره مفاجئه. نعم. اسبابها طبعا بها عامل وراثي موجود. نعم. وبها عامل حوادث يعني او. نعم. الجلطات يعني انسان سوى حادث يعني وجود هسه الماطورات والتكاتك. نعم. ويعني السياقة غير المنضبطة أدت إلى كثرة إصابات الرأس. نعم. تدري إحنا الدماغ جهاز حساس يعني. نعم. هو حتى الجمجمة هي عبارة عن يحرس الجمجمة ترى مثل الحديد يعني. نعم. يعني لكن من حيوقع على رأسه بالحادث هاي النظام راح يتخربط من. نعم. يتخربط الإعازات الكهربائية حيصير بها خربطة. نعم. فهي عادة مجوز ما تصير بيوم الحادث يصير ورا سنة. نعم. يعني هو حادث قبل سنة واقع زينة. نعم. قوية ورطاب مستشفى ومخيطي وطالع وصاير زين. نعم. ورا ست شهور ورا سنة يجون شمر. نعم. فهاي احنا دنشوف هاي بالإضافة الجلطة دي ما عمر كبير بالسن يعني إنسان عمره مثلا خلينا نقول 60-65 سنة صار عنده حالة صرعية. نعم. يعني على الأكثر جلطة دماغية وقسم أقل كلش دوم ورم أو كذا أو إلى آخره. نعم. فهاي كأعراض. بالنسبة طرق العلاج دكتور أول شيء طبعا تشخيص احنا المريض الصرع نحتاج إلى تخطيط الدماغ. نعم. نخطط الكهربائي نخلي هذا الموجود والأشعة الرنين أو المفراز طبعا يفضل الرنين. نعم.
مو كل مريض بصرع راح يطلع عنده بالتخطيط او بالكلام. نعم. يعني اكو بعض المرضى عندهم البؤره اللي تفرز الكهربائيه صد داخل الدماغ. نعم. فما تبين. احنا الان ننصح المرضى اللي عندهم هاي الحاله يصوروا بالموبايل. نعم. الان وجود الموبايلات يعني ساعدتنا كاطباء في تشخيص الصرع. صح. حتى مرات يجوني طبعا شيء مش شيء يذكر، واحده من كثير الحالات التي تشبه الصرع وليس الصرع هي الحاله النفسيه الحاده. نعم. سمع خبر مو زين اتخربط وقع هالشكل، باكر عند امتحان اتخربط وقع هالشكل، باكر ما اعرف ايش تعاركت ويا زوجها وسوت هيك عوجت وكذا، هذا موضوع كل شائع في مجتمعنا. نعم. لكن مختلف تماما عن الصرع. مختلف، بس مرات اذا طبيب مختصاص ما يقدر يحدد. انه هل هي هذه هي حاله انهيار عصبي حاد او حاله صرع، مرات. نعم. هي تمثل الصرع يعني شوف. هاي حالة نفسية معقدة يعني هي تتعرض إلى ضغط نفسي بالعادة تصير بالنساء بس نشوفها بالرجال. نعم. يعني نشوفها قبل. نعم. يعني من قبل كثير من النساء اللي احنا نسميها هذه الحالات اللي فهي شنو مثلا تسمع خبر صير مشكلة أو كذا أو مرات أو أو, 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 أو هاي الظروف يعني. نعم. أخوها توفى، زوجها توفى. ابنها لا سمح الله تمرض وصار به مرض، أختها متعلقة بها توفت. يصير عندهم فت حالة وراء هذا. نعم. أنا أسميه كأنه الهموم تتراكم إلى درجة أن المريض يجي نوع مثل ما نقول الطق. فيمثل الصرع وكأنه صرع، فيشوفه هيك يقعد وهيك يسوي وكذا وحركات وكأنه صرع وكأنه وليس صرع. نعم. هذا الحالة شائعة عندنا يعني ظروفنا المجتمعية أدت. نعم. إلى حالات نفسية جدا. أقدر أقول العراقيين للأسف عندنا فد يعني فد كم هائل من مرضى اللي عندهم مشاكل نفسية. نعم. فهاي المشاكل النفسية من تتفاقم تؤدي الى اعراض شلون القولون العصبي. نعم. الصداع التوتري. نعم. الى اخره يؤدي هذه الاعراض. نعم. احنا لازم كاختصاص شفت كثير من المرضى معتبرين نفسهم عندهم صرع وما عندهم صرع. يعني هو عنده حاله انهيار عصبي حاد وقد يراجع بعض من غير الاختصاص. ما يكون يعني ملم ويشخصه. نعم. فمره ثانيه انا رساله اوصلها للمريض العادي موبايلات ما شاء الله موجوده. نعم. اي مريض عندك يصير عنده حاله حركه لا اراديه صفنا يقول وضعين عفوا يزبد او ينهار هالشكل صار بالموبايل ويريت اكثر من تصوير عمل نقارن. نعم. يعني انا مره جاني مريض يعني انا كطبيب اختصاص بقيت هل هو صرع او حاله نفسيه. نعم. قلت له ما حنطي علاج. يعني انا قلت له التخطيط والرنين ما بالضروره يطلع به مو قلت له ما حنطي علاج. قلت له ما حنطي علاج. قال شلون؟ قلت له لا تروح موبايلات. قال ما موجود. قلت له تخلي كاميرا. نعم. أنا حتى متوفر راقب الحالة. تجيب لي تصاوير عسى ما باكر عسى ما بعد شهر. نعم. فمن جاب باوعت وإذا أنه هي مرات ما يقول لك عندي مشكلة. شوف مرات الإنسان مو صريح بالمسألة النفسية وعنده. نعم. مشكلة مأثرة بس ما يقول. شوف طلعت أنه هو عسكري يروح مكان بعيد وهي بيوم النزول يعني يوم اللي يروح يلتحق هي صحيح. متعلقة به تسوي هالحركة على مود إنه هو ما يروح يعني. نعم. وصارت أيام الأحداث الحرب أكثر. نعم. باعتبار كان أكو خوف يعني. نعم. فهذا الموضوع يعني رسالة نقول نوصلها. طبعا الصرع بالإمكان علاجه لكن علاجه أخذ وقت طويل. نعم. علاجات الصرع ما بها إدمان. أكو فكرة دكتورة أخاف أخذ الدواء ما صرع وأني أدمن عليه ما كنتش كلام. نعم. يعني هي أدوية ممكن نستعملها سنتين ثلاثة. بعض المرضى كل مزمن معاهم خاصة أثر حادث أو أثر جلطة يبقى يأخذ العلاج زين يترك العلاج تصير عنده يعني الحالة الصرعية. طبعا مرة ثانية ننصح ما يسوق إذا عنده حالة صرع فعالة. ممنوع عليه سوق موتور، ممنوع عليه سوق بايسكل، ممنوع عليه سوق سيارة لأن إذا لا قدر الله صارت أثناء السياقة ممكن تؤدي إلى يعني حوادث يعني. نعم دكتور. خلينا نأخذ موضوع آخر دكتور اللي هو شلل الوجه النصفي أو بيلز بالسي الوجه السابع. نعم. عندنا اتصال دكتور. عندنا اتصال. نعم. تفضل. الو السلام عليكم. معنا اتصال. الو السلام عليكم. ابو حسين من واسط تفضل. الو السلام عليكم. ابو حسين تسمعنا تفضل. اي انا اسمعك دكتور. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله. اهلا وسهلا. انا دكتور تحياتي لك وتحيه للدكتور. شكرا جزيلا. تحياتنا لكم. دكتوره بس اكو سؤال انه ذاك اليوم وزير الصحه قبل يوم طلع قال يعني اغلبيه المفروض 80% من المراجعين يرجعون المستوصفات الصحيه يعني هاي ثقافه ما عندنا. نعم. بس احنا يعني كان المستوصف الصحي والله براسي تول ما بي حبايه تنزل الضغط ما بي. نعم. واحنا اساسا قضاء مستشفى نتمنى توصل هاي الرساله احنا قضاء الدبيزيه والله مستشفى ما عندنا. نعم استاذ. والمستوصف الصحي والله حبايه ضغط ما بي ما تنزل الضغط. ان شاء الله راح نوصل صوتكم مباشره راح يوصل صوتكم وزاره الصحه وان شاء الله يتم اجراء اللازم. شكرا جزيلا لاتصالك. شكرا.
نكمل حديثنا دكتور. نعم. بالنسبه للشرجي احنا قلنا احنا كل شيء بالدماغ يعني اتحكم فاحنا عندنا اعصاب القحفيه. نعم. احنا 12 يعني العصب الشم، العصب البصري، العصب الثالث، الرابع والسادس يتحكمون بحركه العين. الخامس اللي هو بالاكل، انا اكل بالخامس. السابع اعبر يعني ابتسم وكذا ويعني اقدر حتى يمكن اصوفر او شيء. الثامن هو السمع والتوازن. التاسع عشر البلع. الدعش اللي هو الاكسسوري شفت حركه بسيطه. 12 هو اللسان. السابع هو مسؤول عن التعبير الوجهي. يعني انا ايش افتح عيني، انا اسد عيني بالسابع. الشرجي هو عباره عن فيروس يتفعل بالقناه العصب السابع. يؤدي لاعتلال العصب، ما يشتغل، ما يوصل كهرباء بالضبط يعني. فراح المريض راح يصير عنده ينعوج حلقه وعنده ما تنسد، يعني من يبتسم هيك عينه تصعد اللي فوق. ممكن يكون بسيط يا دوب يبين، ممكن يكون متوسط، ممكن يكون شديد، يعني هالعين ما تنسد تبقى مفتوحه حتى من هنا. هذا من يصير هو نتيجه تفعيل فيروس قديم موجود يعني. النصيحه انه انت لازم تروح للطبيب باول يوم. لان اذا اول يوم بديت بالعلاج اللي هو البريدنيزولون هذا الحب نفسه مال كورتيزون يعني مرات الاساكلوفير والمقويات، انت ممكن انه انت تتحسن ترجع طبيعي. اذا تاخرت كل يوم تتاخر عن العلاج كل ما فرصه الشفاء تعافيك يكون اقل. خاصه البنات خطيب عمر يعني تاثر على الشكل يعني بشكل يعني خاصه يعني. فلذلك انتم يعني اكو يعني اكو اعتقادات شائعه خاطئه انه روحوا يعني مسائل يعني ما اعرف ايش يضربوه ما اعرف. هذا احنا مو بس ما حيفيده، هذا حيأخر عن الدواء، اخر عن العلاج، فيجي بالوقت المناسب. طبعا النقطه الثانيه العلج، يعني احنا شايفينها المريض هو عنده حلقه انعوج قام يعالج. العلج هو العصب الخامس يعني هو وليس العصب السابع. فهو شو يعالج زين بس من ياكل اكل يقع من هنا يعني هو يعني فهو اعتقاد شائع خاطئ انه العلج يفيد بالعصب السابع. هو النفخ يفيد بس هو يفيد الدواء كل ما بديته باول يوم كل ما احنا راح فرصه التعافي يكون اعلى. نعم. باختصار دكتور نناقش الان عن موضوع التهاب السحايا، ما اسبابه وما انواعه وما هي الاعمار المعرضه الى التهاب السحايا. طبعا التهاب السحايا الدماغيه اللي هو التهاب يعني يصير بالسائل الشوكي للدماغ. يبدي من عمر يوم الى 90 سنه. ماكو فد عمر، لكن محدد. اكثر يصير عندهم ضعف بالمناعه. يعني مثلا مريض عنده ياخذ كيماوي، مريض عنده مثلا يعني سكري متقدم، مريض عنده مثلا يعني مشاكل مناعيه تؤدي الى انخفاض المناعه. اخذ كورتيزون بصوره مستمره يؤدي الى اكثر نسبه يصابون بالسحايا. الاعراض طبعا هو التهاب في الدماغ، فحيصير عنده الم بالراس، حيصير عنده تقيؤ، هم الضوء الصوت حيأثر عليه، رقبته توجعه ما يقدر ينحني الرقبه هالشكل. ويبدي شويه، طبعا الاعراض تاخذ ساعات الى ايام على مود تكتمل. يبدي الوعي مالته يتخربط، يعني انه الحكي يطلع مو صحيح، ما يتواصل ويا البقيه، بعدين ينام، بعدين اذا ما استلم العلاج يفقد الوعي. نعم. هذه الاعراض مالته بصوره، يعني مريض يكون طبعا تعبان، يعني ماكو مريض يعني خلينا نقول بيه سحايا هو يسولف وكذا ومرتاح، احنا ممكن وجع راسه وسحايا، يعني قلت لك يعني. اللي يحضر المريض للطبيب المختص يسوي له تحاليل دم طبعا. ونسوي اشعه الانفراس او الرنين، ومن ثم سحب السائل الشوكي. نعم. يعني هذه النقطه الموصله، سحب السائل الشوكي احنا نسحب مي ظهر، الناس يسموه يخافون من طبعا. ومي ظهر شنو فكرته؟ انه احنا هذا السائل اللي الدماغ يصبح به من نسحب ندزه بالتحليل، لانه مرات السحايا يعني ما تبين. نعم. تحليل الدم ما تبين بالرنين، ما تبين يعني. تبين بس فقط سحب السائل الشوكي، يلا نحلف. نعم. انه هذا سحايا او لا، ويا نوع من السحايا، السحايا بانواع، اكو بكتيريا، اكو فيروسي، اكو فطري، اكو تدرن الى اخره، فاحنا سحب يفيدنا. اكو تخوف عند الناس انه انا سحبه ماي من ظهره وانشل، ماكو شيء يعني. يعني هو الفكره ان الله سبحانه وتعالى هو الحبل الشوكي ينتهي اكو جوافة مسافه طويله، يعني قد تكون اربع اصابع هالشكل، هي فارغه يعني وكان الله خالقها بدنا نجي نسحب من عندها من نحتاج. نعم. ما بها اعصاب، ما بها حبل شوكي. طب هذه انه نكون احنا بصوره امنه، الطبيب المختص يجي المريض يسحب من عنده ينزل للتحليل. يعني انا مرات يجي مريض دكتور شلون سحبنا اخاف به مضاعفات، اقول له انت اسالني اذا ما اسحب ايش راح يصير؟ نعم. اذا ما شخصت سحايا او ما شخصت النوع، يعني اكو سحايا يعني هو بسحايا بس يا نوع بكتيريا يا نوع دواء، لان احنا هذا المي من نسحبه وندزه حنسوي له زرع،
ممكن تطلع لي نوع حتى البكتيريا الموجوده نعم. وعلى ضوءها نعم. اختار نعم. العلاج المناسب لطيبه. طبعا للاسف دكتور احنا عبرنا الوقت المخصص يعني ومعلومات قيمه ونشكر حضرتك على هاي المعلومات ايه. وان شاء الله نلتقيك بحلقات قادمه ان شاء الله. ان شاء الله حاضر. متابعينا الكرام شكرا شكرا للمتابعه، تقبلوا تحياتي انا دكتوره نور محمد علي وتحيات كادر البرنامج، نلتقيكم الاسبوع القادم باذن الله تعالى، الى اللقاء.